سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي. يلا هانتوما بلجيكا كي داير هنا البرد ديال بصح، هاك اليوم هنا البرد ديال بصح كنوريهم. السلام عليكم، كل يوم سلم عليهم سلم. يا سلام سلام، راه جاب شتوني شتوني هو من تحت. السلام عليكم اخوتي مره اخرى، كما قلت لكم جيت عند خويا يونس هنايا في غوبي. مرحبا بك رونس غوني. غوني دونك واحد المدينه اللي اول مره كنكتشفها شخصيا، ونهار كبير هذا اللي تقاسمنا واحد اللحظه زوينه مع خويا يونس. دار الله اخوان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم يونس المشرف العام ديال لاسوسياسيون الهمه، الاس بي ان الهمه البلجيكيه. الحمد لله حنا كنديروا الامور ديال الخير، من حفر ابار الاضاحي، كفاله اليتيم، جميع الامور اللي تتعلق بالخير. وحتى هنا كنعاونوا الدراري اللي مهاجرين للزواجي بساكن اللي ما عندهمش الاوراق، كنعاونوهم في اي حاجه اللي قدرنا عليها، واللي المحسنين تيتكلفوهم معايا. فمرحبا بعدا بالاخ اللي استضفناه في هذه المدينه هذه، واخا مابغاش يزيد يريح معانا. لا لا راك عارف دابا المشكل خصو التوني التوني. ايوا تابوناو عنده وشجعوه شجعوه شجعوه كاملين. واللي ما ابونيش اش نخص يدير؟ ايوا راك على الكليك ودير لنا واحد الجيم راكم عارفين الشيء اللي كاين. فالاخوان الوغ دابا هذه لاسوسياسيون النيميرو دو كونت هو راه ان شاء الله تعالى راه غادي انا غادي نخلي لكم النيميرو دو كونت ديال الجمعيه هنايا في هذه الجهه هذه. وي التعريف ديال الجمعيه راه كاين لاباج ديال الجمعيه، كاين الانستغرام، وان شاء الله تعالى الشهر الجاي شهر جوج فيفري غادي نمشيو للمغرب النواحي ديال اقاليم تارودانت في طريق اغرم ان شاء الله، باش نحفروا واحد البير قفاف يعني غذائيه بقيمه 600 درهم للقفه يعني 60 يورو، وغادي يكون ان شاء الله تعالى حفر بير لذوك الناس اللي ما عندهمش الماء. فهاد الناس هادو شنو يعني اكثريه ديال الناس اش يحتاجوا؟ تيبغيو غير الماء، راه ما تطلبوش شي حاجه. المهم انا شنو، انا راه كجسر هاد الجمعيه هادي كجسر، كتجيو نتوما وكتجيو محسنين الحمد لله، اللي من بلجيكا فرنسا اخوان من امريكان الايطالي الحمد لله في باغتو الحمد لله كيعاونوا، في المغرب الحمد لله كيعاونونا، كاين اللي كيعاون ماديا كاين اللي كيعاون معنويا. حنا الحمد لله كتلقى ان الماء عندنا، ولكن ما كنعرفوش بديك النعم، النعم ديالو النعمه ديال الله عز وجل بشحال من نعم. راه الله تعالى تيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لا تحصوها. يعني راه من النعم اللي حنا فيها اننا الحمد لله في امان، وكتلقى حتى بلادنا في واحد الامان الحمد لله، واخا انك تلقى بزاف ديال الامور اللي خاص تكون يعني الحمد لله. وان شاء الله تعالى غادي يكون واحد العمل جبار باذن الله في شهر 4 اللي هو باقي ما قلتوش الاخ، غادي ننزلوا 3 ولا 4 ديال لي كونتينر ان شاء الله فيهم لي شيزغونون الكراسي المتحركه الباياسات لي زاباغاي لي غاليين ديال الصدر ديال العينين الحمد لله داكشي كلشي ان شاء الله. ان شاء الله شنو حنا محتاجين؟ دعائكم وتعاونونا المساندة يعني المادية والمعنوية ديال الاخوان. فراه النيميرو ديال الكونت غادي يحطو الاخ ان شاء الله في صندوق الوصف. نعم اللي بغى يتواصل في واتساب مرحبا، الرقم ديال الجمعيه، واللي بغى انه يساهم يعني ما قدرش انه يساهم بالكونت يتواصل معنا على الواتساب. على الواتساب راه نكون ان شاء الله في المغرب، يصيفط في الويستر ولا الريا ولا وفاكاش في اي يعني اي اجونس اللي غادي توصل ان شاء الله هذيك الامانه. حنا شنو علينا؟ انا شنو الدور ديالي؟ نوصل الامانه ديالكم. حاجه وحده بغيتها منكم ومن جميع الناس، رحمه الوالدين. هذا الشيء اللي بغيت الحمد لله، يعني بخدمتنا بخير الحمد لله، تنتكافحوا مع الوقت الحمد لله. احنا بغينا هي بدوك الناس هما نفرحوهم، و لا نريد الا رضا الله عز وجل صافي، وبغينا الجنه. نسال الله تعالى الله يرزقنا واياكم الجنه والله يحفظكم ان شاء الله. كل شيء الاعمال الخيريه اللي كيقوم بها الاخ يونس غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وكما قال لكم يعني ما عليكم من بارطاج، واللي بغى يتواصل مع الاخ كاين نمره الواتساب، كاين لو سيت ديال القناه في الفيسبوك كذلك. دونك ان شاء الله غادي يكون واحد كان شي حاجه تواصلوا مع الاخ. مرحبا مرحبا، اي حاجه كانت مرحبا مرحبا بك. شوف خليونا من العمل الخيري هذا،
الصبر ديالها وعطيه اعطيه الجري اعطيه الطريق طحن طحن الا كان شي تير بو شي حاجه قاصحه ما كاينش الجري اجا جا دابا سميتو لا جيت لا سلام جيت لا سخون كاين البرد كاين البرد هنا غير والله كاين البرد المهم ها هو غادي نخلي لك ان شاء الله هذا سميتو نشوفه في باغي والمسائل هاك اخت ان شاء الله بيزيد ديال الجمعيه فنتمنى انكم تعاونونا وقبلوا علينا الله يسلمك سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملء أمل يهفو لترضي أسواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله.